يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بيت للكل. وهي الحلقه راح نحكي فيها شوي عن الغناء، فيها سلطنه كثير وفيها مزاج عالي. نحكي عن الاغاني بكل اشكالها وكل الالحان اللي بتقرب قلوب الناس من بعض، هي اللغه اللي بفهموها كل العالم. في الغنى التراثي والغنى الوطني اللي بيحكي مثلا عن فلسطين، بيحكي عن الأغاني اللي رسخت في عقول الشعب الفلسطيني وأيضا الشعوب العربية، من الأغاني الأهازيج والأغاني الثورية اللي بتحكي عن ألامنا وهمومنا ومشاكلنا أيضا. أكيد، يعني يمكن إحنا شعورنا في الأغاني التراثية الفلسطينية، أنتم الجيران والأهل والأحباب القريبين للأردن، ففي أشياء على فكرة كتير مشتركة بيننا وبينكم في الأغاني التراثية والألحان وحتى المشاعر في الأغاني. وما بنسى كمان أنه أحكي عن وطني الغالي، وطني الأردن، اللي هو في الأغاني التراثية الجميلة اللي إحنا نشأنا وفتحنا عيوننا، ويعني وأذاننا كانت ساغية إلها من إحنا كنا صغار. في أغاني كبرت معانا ولا زال هذا الجيل حتى عم بغنيها، لأنها عمالها بتحاكي البيئة الأردنية القريبة إلى القلب. يعني أنا بتذكر أنا في المدرسة كنت أغني، ضليت لسن معين فكانت الأغاني التراثية الأردنية تنطلب مني في كل احتفال للمدرسة، فكانوا يطلبوها حتى الطالبات اللي كانوا أصغر منا عمرا، وحتى الأمهات اللي كانوا يجوا يحضروا، فكانوا يطلبوا هاي الأغاني التراثية. إنك تغنيها؟ أغنيها؟ لا، صعب برا الكواليس بنغنيها. فيعني الأغاني التراثية أكيد موجودة في كل بلد عربي، ولا كل بلد عربي أكيد في له حال بيميزها. شافتي كمان أكيد. في مصر في طبعاً نفس الشيء. أكيد، يعني الغنى بشكل عام أنا بلاقي إحنا كشعوب عربية، إحنا شعوب عندنا العاطفة جياشة. يعني الشعر العربي هو مغنى أصلاً، هو اللي خلانا نغني، الإيقاعات، الأحاسيس والمشاعر الفياضة اللي موجودة خلت كمان الغنى بيعبر عن اللي جوانا. يعني أنا بتهيالي إحنا في مصر الشعب المصري كله بيغني، صوته حلو صوته مش حلو الكل بيغني. أنت بتلاقي العمال المصريين وهم بيبنوا بيغني، يعني من حق بيغني. الناس في الريف وهم بيعملوا الحصاد بيغنوا، وبعدين اتربوا بقى على أصوات بقى طبعاً طبعاً. زي ست أم كلثوم، عبد الحليم، فريد، كل من أتى إلى مصر أثر فيها، وهي أثرت فيه. سيد درويش حبيب الناس وحبيب الشعب، يعني هتلاقي أصوات كتير جدا، نجد بقى وفايزة ووردة، يعني لو قعدنا نقول مين بيغني، وحتى الأجيال الجديدة كمان بتأثر في الناس، فالغنى حالة حلوة. هذا الجماليات اللي موجودة بالوطن العربي كلها، وأيضا ما ننكر بأن أكثر التأثر حتى على صعيد العراق تأثر بالأغنية المصرية، اللحنية المصرية، بالنصوص، بالأسماء الكبيرة التي قدمت. بالإضافة إلى بأن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ذكر مقولة إحنا دائما نستشهد بها العراقيين، نقول ذكر بأن كل الغناء يدور في فلك الأغنية المصرية، إلا الغناء العراقي إلى فلك خاص به، بسبب إحنا لدينا عدة ألوان. عندنا المقام العراقي اللي هو خاص بالعراق، المقام العراقي، بالإضافة إلى الأطوار مثل ما ذكرت شافتي بالريف، عندنا كل ريف يختلف عن الآخر، يعني عندنا شمال العراق يختلف عن الجنوب، عن الوسط، كل منطقة لها أطوار خاصة ما يمكن يجيدها إلا صاحب هذه المنطقة. سبحان الله، الله مطي أشياء بصوته، نبرات وتريلات خاصة ما يقدر يجيدها غيره. كل هذه الألوان بالإضافة للأسماء الكبيرة اللي قدمت من ناظم الغزالي، سعدون جابر، كاظم الساهر، واستمرت الأجيال بعطاء كبير إلى وصولاً إلى طبعاً. هو أصلاً كاظم بدت، يعني القيصر كاظم الساهر بدت الانطلاقة مالته في القاهرة. يعني هذا البلد اللي دائماً هو يكون محط انطلاقة عربية ونجومية. بس عارف ليه يا أحمد؟ عارفين ليه؟ بجد أنا بحس إن إحنا في الغنى مش شعوب مختلفة، إحنا وطن واحد. صحيح. لأن كلنا بنحب كل الأغاني، يعني كل الحاجات اللي أنتوا بتقولوها والحاجات التراثية لما بنسمعها، لأنه في فولكلور قديم. ساعات ما بتبقيش عارفة. أنا فاكرة إنه محمد منير غنى أغنية طلعت اساسا الاغنيه مثلا من سوريا او يعني اذا في اغاني متبادله تراثيه احنا بنتبادل كتير منها من بعض. يمكن يعني لانه البيئه العربيه فيها تقارب كتير. صحيح. والمشاعر العربيه كمان نفس الشيء، يعني الحمد لله المشاعر العربيه
يعني مشتركة، فهذا هو يمكن شافك اللي خلى فيه. صحيح. فاكرين عبد الوهاب عمل مرة وطني حبيبي الوطن الأكبر. الأكبر وكل الأصوات العربية غنت، فتحس إن هي أغنية واحدة هم شعب واحد. أوبريت مهم باختلاف اللهجات لكن المفردة متقاربة. بالزبط. الشعور والانتماء لبلداننا واحد حقيقة. إحنا مثل هذا البرنامج يعني أكثر من مرة ذكرتوه حضراتكم، قلتوا بأن ما نحس نفسنا غربة إذا نروح مثلا بالأردن أو في فلسطين. صحيح. أو في مصر أو في العراق. همومنا واحدة، مشاعرنا واحدة، أحاسيسنا واحدة. مش احنا كتير نقول لأحمد غنلنا ويعجبنا؟ دائما ما نكتب لمقطع منك يا أحمد يعني. تعرف مش هنكسف نقول لمشاهدينا يعني. طبعا دائما تقولون إما الغناء إما الشعر حقيقة، فهي المفردة نفسها لأن نشعر احنا في بالحب والحرب. احنا نغني بالحرب، نغني الأشياء اللي احنا الحماس وال حتى الجنود مالتنا يتقدمون ودائما الدفاع عن الأوطان وبالانتصار. بالحب والانتصار احنا كدول عربية الانتصار عندنا له قيمة كبيرة. طبعاً جدا طبعا يعني. صحيح أحمد الكلام اللي حكيته إنه احنا أحيانا بنفهم لهجة دول أخرى من خلال الغناء، يعني تلاقي إنه هاي لغة بتوصل بسهولة للمجتمعات الأخرى إنه يفهموا لهجات بعض ويعرفوا برضو كمان شو اللي بيستهوي باقي الشعوب. لا نبحث عن الأم وعن الأب وعن الأخ وعن الحبيبة وعن الأخت في أغاني مصر وفي أغاني الأردن وفي أغاني فلسطين. عشان هيك أحمد وأيضا شافكي وسلام مشاهدينا رح نكون إحنا وياكم في حلقتنا لليوم مع صوت مصري عذب جدا يأخذنا لعالم آخر، هي الفنانة المصرية هلا رشدي بصوت. نتمنى بعد الفاصل إنكم تكونوا معنا حتى تشوفوا طبقات الصوت وأدائها بشكل مذهل جدا، فابقوا معنا بعد الفاصل.